رداً على التسريبات، الصدر يكشف عن تهديد بقتله ويطالب المالكي بالاعتكاف والاعتزال وتسليم نفسه للقضاء. اتهامات لحزب الله بمحاولة القبض على قرار لبنان من بوابة النزاعات الحدودية. النزاعات القبلية تتمدد في النيل الأزرق، الحاكم يوجه بحسم العنف أمنياً وقانونياً، والسيادي يرسل تعزيزات عسكرية. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج 19، تمتد على مدى ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم، والبداية من تداعيات التسجيل الذي الصوتي المسرب عن حديث لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي لا تزال تداعياته تتواصل، والذي انتقد واتهم خلاله معظم الشخصيات السياسية لا سيما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وردا على التسريبات، طالب الصدر في بيان عبر تويتر بإطفاء الفتنة من خلال استنكار القيادات المتحالفة مع المالكي وعشيرته، معتبرا أن لا حق للمالكي بقيادة العراق بأي شكل. كما أكد في معرض رده تعجبه من محاولة قتله من قبل حزب الدعوة وكبيرهم المالكي، وقال: أنصح المالكي بالاعتكاف واعتزال العمل السياسي، مشيرا إلى أن وصوله للسلطة سيكون خرابا ودمارا للعراق وأهله. الصدر غرد أن المالكي تعدى على القوى الأمنية واتهم الحشد بالجبن، كما حرض على الفتنة والاقتتال الشيعي الشيعي. وتعجب الصدر من أن الاتهامات ضده جاءت من الاحتلال والمالكي ومن جهات بدولة مجاورة بحسب تغريداته. بقي التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يحظى باهتمام ومتابعة طيف واسع من مختلف الفئات العراقية بالنظر إلى المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على كلامه وفق صحيفة الشرق الأوسط. التسريب الصوتي للمالكي وما يحمله من تحريض وهجوم على شخصيات سياسية من كل الفئات العراقية دفع باثنين من المحامين إلى رفع دعويين أمام القضاء والادعاء العام للتحقيق فيه، باعتبار أنه يمثل مساسا بالأمن القومي العراقي ويحرض على الفتن والاقتتال الطائفي. وفي آخر مقطع نشره الصحفي العراقي علي فاضل، وردت على لسان المالكي عبارات غاية في الخطورة، حيث قال إن المرحلة المقبلة مرحلة قتال. المالكي أكد بصوته أنه لا يعترف بالجيش والشرطة، وأبلغ القاضي بهذا وأنه لا يعتمد عليه وأن الأجهزة الأمنية لن تستطيع حماية العراق، مؤكدا أن العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد إلا إذا استطاع الإطار التنسيقي إسقاط توجهات الصدر والحلبوسي والبرزاني. المالكي أقر بتجهيز وتسليح نحو 15 مجموعة استعدادا للمرحلة الحرجة، وسيهجم على النجف. وعبر المالكي عن خيبة أمله بجماعات الحشد الشعبي واستبعد إمكانية الاعتماد عليهم ووصفهم بأمة الجبناء. ورغم قيام المالكي ومكتبه الإعلامي بنفي صحة التسجيل الصوتي إلا أنه لم ينجح في دفع العراقيين إلى تصديقه،
فالعراقيون يؤكدون أن الصوت والأفكار متطابقان تماما مع صوته وتوجهاته وسياسته التي ترجمت سنوات حكمه الثمانية الكارثية. بدوره نفى الصحفي علي فاضل الذي سرب التسجيل الصوتي ابتزازه للمالكي، متحديا من يدعي أن التسجيل مفبرك أو مدبلج إلى أن يواجه. نستمع إلى ما قاله عبر حسابه على فيسبوك. الموضوع يعني اكو بعض الأسئلة وبعض الإشكاليات اللي قاعد يطرحوها الناس. الموضوع الأول موضوع الابتزاز، والله هذا ابتزاز النور المالكي. شنو ابتزاز النور المالكي؟ لوري مثلا كان تواصلت ويا نور المالكي عن طريقه، هواي ما شاء الله يسبحون بحمد نور المالكي، وبالليالي مثلا عندي هذا التسجيل واخذ منه فلوس، فيما لا احسن ما هسه نور المالكي قاعد يضرب راسه بحياته. هذا تسجيل نور المالكي الصوت مدبلج، انه على اساس انا مدبلجه وهاي التقنيه موجوده ومن هالكلام ماشي. انا نشرت البارحه في المنشور وذكرت وارجع اعيده مره ثانيه، اذا اكو هيك برنامج يدبلج اصوات والله اتمنى تدبلجوا لي مثلا صوت اغنيه حنوان حن الياس فضل ولكن بصوت ام كلثوم، اذا دبلجتوا هيك فاني حاضر وممنون اللي تريدوه. وترى مصادر سياسية أن المالكي لطالما عرف بهذا السلوك، وكشفت أنه حتى خلال اجتماعاته ومجالسه الخاصة لا يخاطب حتى ضيوفه من قادة الكتل بألقابهم بل بأسمائهم المجردة. ويرى آخرون أن الكرة في ملعب القضاء العراقي لمحاسبة المالكي وردعه للكف عن تهديد وإشعال فتنة قد تؤدي إلى حرب أهلية وكبح جماح الميليشيات واستمرار تهديدها لأمن العراق، حيث سبق المالكي مرات عديدة تهديد علني لقيس الخزعلي زعيم ميليشيات العصائب وهو يدعو أتباعه للنزول مسلحين إلى الشوارع بحجة حماية الحشد أو المكون. نستمع إلى تسجيل سابق للخزعلي. إذا الأمور تطورت صار الوضع خطير، فإحنا راح نطلب منكم، من كل شريف، من كل مؤمن بالحشد، من كل من يعتقد بوجوب بقاء الحشد، راح نطلب منكم أن تكونوا على أهبة الاستعداد وأن تنزلوا إلى الشارع للدفاع عن الحشد. طبعا من دافعون عن الحشد مو لأنه الحشد ضعيف وهو ما يقدر، هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا بالعكس الحشد قوي وازداد قوة، ولكن قوته هي في مواجهة الأخطار الخارجية للدفاع عن أبناء شعبه أمام الأخطار الخارجية. أما الوضع الداخلي والمؤامرات السياسية والتسقيط الإعلامي فهذه وظيفة جماهير الحشد. هذه الأجواء السياسية المتوترة فرضت نفسها بقوة اليوم على اجتماع رؤساء الكتل النيابية مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأخفقوا في تحديد جلسة لانتخاب الرئيس، وهو المنصب الذي يمهد لتكليف شخصية لرئاسة الحكومة التي يتنازعها زعماء الإطار التنسيقي. ووفق مصادر للحدث فإن الكتل السياسية ما زالت مختلفة على تسمية رئيسي الجمهورية والحكومة، فالأحزاب الكردية لم تتفق بعد على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وكل طرف مصمم على أحقية الترشيح، ولا يمكن عقد جلسة انتخاب الرئيس قبل التوافق على مرشحي الرئاسة والحكومة. المصادر أوضحت عدم التوافق بين الكرد سيؤثر على النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس وسيشتت 30 صوتاً، فيما
توافق قادة الإطار التنسيقي بشكل مبدئي على عدم ترشيح قادة الصف الأول لمنصب رئيس الحكومة، وأكدت أن التسريبات الصوتية لنور المالكي عززت الخلافات بين قادة الإطار التنسيقي. ينضم إلينا من بغداد مخلد حازم الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، وينضم إلينا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي العراقي الدكتور عمر عبد الستار. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك دكتور عمر، كيف يمكن برأيكم للمالكي أن يتلقف دعوة الصدر باعتزال العمل السياسي؟ يعني بعد التحية، أنا أعتقد إحنا يجب أن نعرف المالكي مو فقط أمين عام حزب دعوة ولا رئيس ائتلاف دولة قانون ولا جزء من الإطار التنسيقي، وإنما كل الذي تشكل في العراق أمنيا وسياسيا في الأجهزة الأمنية والأجهزة المدنية في بغداد والمحافظات كانت تابعة للمالكي، وربما لحد الآن تابعة للمالكي. فيعني المتصور، هل سيسلم نفسه أم سيعتزل؟ يعني طبيعة هذا التشكيل من المنطقي أن نقول أنه لن يستجيب صراحة، إلا إذا كان رد فعل الإطار أو الحشد أو قل عشيرة بني مالك التي ذكرها المالكي في التسريب والتي ذكرها أيضا الصدر في التغريدة مالته، أن تقوم بعمل ضد المالكي، أن يتبرأوا من المالكي، أن يصدقوا أن هذا التسريب صحيح. ولأن الصدر عندما قال ذلك، لأن المسألة مسألة هجوم على النجف وحرب أهلية، إذن يجب أن نعزل المالكي ويجب أن نعزل حزب الدعوة ويجب أن نسمع من الإطار ومن الحشد ما الذي سيقولونه، خاصة في ظل أن تسريبات متتالية، ولا ندري حسب ما قال الصدر في تغريدته أن التسريبات القادمة ربما ستكون أشد. لذلك الحقيقة المنتظر هو أن يردوا هؤلاء، وأنا أعتقد أن الصدر بهذه السياسة هو يعمل من أجل. طيب، قبل أن نتحدث دكتور عمر، قبل أن نفصل أكثر ما قاله المالكي وحتى يعني ماذا يمكن أن تكون ردود فعل عشيرته أو حتى الإطار التنسيقي أو حزب الدعوة أيضا، دعني أستطلع رأي الدكتور مخلد فيما يتعلق بالقضاء، رفع قضية ضده، وهناك يعني حق عام وقضية بالمساس بالأمن الوطني ومحاولة خلق فتنة، هل يمكن للقضاء العراقي أن يذهب بهذه الدعوة إلى النهاية أم يخشى أن تسيس ويعني لا تؤتي بثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي وتحية لضيفك وتحية لمشاهدين قناة الحدث. يعني إذ ما وصلت هذه الشكوى بصورة حقيقية إلى القضاء العراقي، فأعتقد أن القضاء العراقي سيتخذ كافة الإجراءات التحقيقية فيما يخص هذا المجال، لكن أنا أرى من وجهة نظري أن هذا الموضوع هو سابق لأوانه. نحن اليوم في العراق حقيقة نمر بمرحلة خطيرة قد تكتب شهادة وفاة العملية السياسية برمتها. مع الأسف السياسيين العراقيين وخصوصا الإطار التنسيقي لم يستشعروا الخطر الذي ذهبوا باتجاهه عندما انسحب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية، وكان إصرار السيد مقتدى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية كان هدف من أهدافها حماية هذه الكتل، حماية الإطار التنسيقي من قادم ما يحصل من قادم الأيام، وهذه بوادرها. اليوم الإطار التنسيقي نرى أنه ما بين المطرقة والسندان، يعني ماذا يعمل وفق مع كل هذه المجريات، مع كل هذه التسريبات؟ السيد نوري المالكي بكل ما حصل من هذه التسريبات لحد هذه اللحظة حسب المعلومات أنه ينكر هذه التسريبات، ينكر هذا الصوت، ينكر كل هذا، لكن أكيد هنالك واقعة حقيقية نسمعها دائما، أن السيد المالكي في جميع لقاءاته كان دائما ما يتهجم أو يذكر الآخرين بمثل هكذا عباراته
ومثل هكذا أشياء. لذلك نرى أن هذه التغريدة التي ظهرت من السيد مقتدى الصدر هي تكملة للتغريدة التي ظهرت بعد صلاة الجمعة والتي نبه بها الكتل السياسية فيما إذا ذهبت لتشكيل حكومة عراقية يجب عليهم أن يتخذوا من هذه الشروط التي ذكرها آلية للتشكيل. وبالتالي الإطار التنسيقي لم يفسر مجريات هذه التغريدة وذهب وقال أن السيد الصدر أعطانا الضوء الأخضر لتشكيل حكومة وطنية أو حكومة مثل ما هم يتكلمون عنها، حكومة خدمية. هل تعتقد، سأعود إليك دكتور مخلد، هل تعتقد بأنه هذا يمكن أن يكون يعني موقف الإطار التنسيقي؟ البعض يتحدث عن أن هذه التسريبات أدت إلى تعزيز الخلافات داخل الإطار، ويمكن أن يتبرأ العديد من قيادات هذا الإطار من سياسة نوري المالكي. هل تعتقد ذلك أم تستبعده؟ يعني ربما يكون الصدر بهذه التغريدة قد نقل الخلافات الموجودة داخل الإطار وغير المعلنة، قد نقلها إلى العلن بوضوح تام من الأخير الحقيقة، وهذا هو الذي طلبه الصدر منذ البداية، أنه اتركوا المالكي وتعالوا لنشكل حكومة الأغلبية الوطنية، فأصروا وقال المالكي على الصدر ألا يذهب إلى أغلبية ولا إلى معارضة، وإنما يأتي إلى الإطار لنشكل الكتلة الأكبر. الصدر انسحب، تركهم ليشكلوا، لم يشكلوا. الآن التسريبات تريد أن تهدم العراق، وإلا يعني بهم أو الطوفان. فأنا أعتقد الصدر نقل الخلاف إلى العلن. الآن الإطار هل سيكون عدة إطارات؟ الحشد هل سيكون حشود؟ لأن البرنامج مالت الصدر هو أنه نعيد تنظيم الحشد، نستعيد سلطة الدولة، نعزل المالكي، وبالتالي يحاسب المالكي على كل ما فعله خلال 8 سنوات وفق الدستور. أنا أعتقد هاي النقطة الآن بدأت، هذه النقطة الآن بدأت، هي محاسبة للمالكي، هي محاسبة لحزب الدعوة ولكل من يرتبط بهم منذ 2003 خلنا نقول، ومنذ 2005 إلى الآن. هل هذا سيتحقق؟ أنا أعتقد فتح باب، ونعتقد هاي التغريدة مال الصدر مع تسريبات المالكي تعتبر في العلاقات الدولية عامل غير متوقع أو بجعة سوداء، والبجعة السوداء في العلاقات الدولية هنا تغير المعادلة، ونعتقد الظروف تسمح بهذا الاتجاه. طيب يعني بما أنك تتحدث عن تغير المعادلات، أيضا كان لافت في هذا التسريب ما قاله المالكي، كان ليس لافتا وإنما أيضا خطيرا بحسب ما وصف بعض المراقبين، بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة قتال إلا إذا استطاع الإطار إسقاط توجهات الصدر والحلبوسي والبرزاني. ولهذا المالكي يعني يجهز 15 مجموعة وسيكون هناك هجوم على النجف. سيد حازم، يعني كيف يمكن قراءة ذلك؟ هل فعلا يمكن أن يعني يقوم بهجوم على النجف؟ هل الاقتتال الداخلي على الأبواب كما يصور له المالكي؟ يعني بالتأكيد هذه خطابات المالكي عندما يحاول أن يصدر نفسه كزعيم ويحاول أن يعيد نفسه لولاية ثانية، فممكن أن يعني يقوم بهكذا إطراءات لأشخاص ممكن أن يرى أنهم داعمين له، لكن في حقيقة الحال لا يمكن للمالكي الذهاب بهذا الاتجاه، وهو يعلم أن السيد الصدر موجود، أن أتباع السيد الصدر موجود، أن هنالك كتل سياسية أخرى من الإطار هي لا ترغب بالسيد المالكي بالمجيء بولاية ثالثة. بالتالي اليوم أمام الإطار التنسيقي ليس لديهم خيار سوى أن التخلي عن المالكي، فيما إذا لم يتخلوا عن المالكي فهم من الصعوبة سيذهبوا باتجاه تشكيل حكومة، لأن هنالك الأمور بدأت تظهر إلى الساحة، وممكن هنالك تسريبات أخرى ستظهر في قادم الأيام سوف تنهي كثير من الجهات الأخرى. وبالتالي الإطار التنسيقي
اليوم ليس لديه خيار سوى أنه يتخلى عن المالكي، وهذا ما أراده السيد مقتدى صدر في بداية يعني في بداية محاولته تشكيل حكومة أغلبية، ولم يستمع له الإطار. لذلك نحن كنا دائما نتكلم أن انسحاب السيد مقتدى صدر من العملية السياسية هو رمى كرة من النار في حضن الإطار التنسيقي، وكل من يحاول مسك هذه الكرة سوف يلتجع بها، وبالتالي هنالك صعوبة كبيرة ستكون في عملية تشكيل الحكومة. دكتور عمر، وصفت ما يحدث بالبجعة السوداء، بالعامل الذي يخلط الأوراق بطريقة غير متوقعة، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الساحة الداخلية في العراق، إن كان على المستوى السياسي عملية انتخاب رئيسين للجمهورية وللحكومة، أو حتى على المستوى الأمني؟ يعني أنا أعتقد أكو عدة بجعات سوداء من تشرين التي فوضت المالكي وأنهت حكم وكلاء إيران بإسقاط عادل عبد المهدي، إلى انتخابات 10/10، إلى انسحاب الصدر، إلى حتى قمة جدة. كل هذه الأمور، إلى تسريبات المالكي، كل هذه الأمور تقول أن عهد الحكومات الموالية لإيران في العراق والتي جعلت العراق جزء من محور إيران الإقليمي قد غربت، قد انتهت الحقيقة، وبالتالي نحن نذهب باتجاه حكومات غير موالية لإيران ليخرج العراق من عباءة إيران. أنا أعتقد هذه النقطة هي الحساسة الآن. فهل يستطيع العراق أن يخرج من عباءة إيران أو من عباءة وكلاء إيران؟ من هنا أنا أقول أن هذه بجعة سوداء، وأن الإطاريون فشلوا، وأنا أعتقد لن يشكل الحكومة اليوم. تشرين منحت الكاظمي فرصة، اليوم قمة جدة منحت الكاظمي. يعني العبارة المهمة هنا هو أنه لو كان أحد من وكلاء إيران رئيس الوزراء في هذا التوقيت لما دعي العراق عضوا في 6+3، لأن الكاظمي موجود، هذا تفويض للمالكي لفترة قادمة. فأنا أعتقد الكاظمي هو الموجود، والإطاريون سيذهبون إلى عدة إطارات، والحشديون إلى عدة حشود من أجل إعادة ترتيب الأمور، بقدر أنه استعادة الدولة لجزء من صلاحياتها أو جزء من سيادتها المفقودة لصالح وكلاء إيران طبعا منذ 2005 حتى اليوم. شكرا جزيلا لك، الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي العراقي الدكتور عمر عبد الستار، كنت معنا من اسطنبول. كما أشكر أيضا مخلد حازم الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، حدثنا من بغداد. شكرا جزيلا لكما. التاسعة عشرة مستمرة، وفيها أيضا الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله تجاوزت الحدود. أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل أحد الأشخاص. هذه المشاهد وجدت صدى كبير في الشارع. المشهد من خلفك كيف يبدو؟ كيف تصفيه لنا؟ نحن نخرج في هذا المباشر من داخل المكتب بعد أن أحاطت به قوات شرطية. حوادث العنف كانت دائما تزيد من وتيرة التظاهرات. هذا التيار يخدم رؤى تعتمد على الاستفراد بالمشهد. سيكتب لهذا الحوار النجاح إذا كانت بعض الأطراف قاطعت. بدون وجود حوار سوف تكون الخيارات صفرية أمامنا، والخيارات الصفرية سوف يدفع ثمنها شعبنا، لأن الأزمة استبحلت. هل يمكن أن تضغط هذه التظاهرات هذه المرة للوصول إلى تسوية؟ الدفع والتبع المضاد هذا يولد مزيد من الدماء ومزيد من العنف ومزيد من القتل. من يمتلك القدرة على تصليح هذه الأوضاع إذا كانت الأحزاب حتى اللحظة فيما بينها ما زالت مختلفة؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا.
أحييكم من جديد. نتابع من لبنان، حيث يسعى حزب الله إلى رفع عدد النزاعات الحدودية بين لبنان وإسرائيل إلى 3 بعدما ضم وزير الأشغال العامة والنقل ممثل الميليشيا في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ملف نفق سكة الحديد إلى ملفات النزاع الحدودي البري والبحري بين الطرفين. وضم حمية النفق عمليا إلى المساحات البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تحت عنوان نفق الناقور المحتل، وهي مزارع شبعة، تلال كفر شوبة، وبلدة الغجر، ونقاط حدودية أخرى، وإلى مساحات بحرية متنازع عليها يجري التفاوض على ترسيم الحدود فيها برعاية أممية وتسهيل ووساطة أمريكيين. ويروج الحزب إلى أن لبنان بلد ذو سيادة، حدوده البرية يريدها كاملة حتى آخر شبر من أرضه المحتلة، وحدوده البحرية يريدها حتى آخر قطرة مياه من مياهه الاقتصادية، وكذلك يريد حقوقه وحدوده في النفق حتى آخر متر مربع، ولن يتخلى عن شبر واحد منه. وترى مصادر نيابية لبنانية معارضة لحزب الله أن هذه الزيارة فتحت باب النزاع على نقطة حدودية إضافية إلى جانب النقاط البرية المعروفة. وأشارت في تصريح للشرق الأوسط إلى أنه في الشق السياسي يبدو أن هناك فريقا يعتقد أنه يريد إمساك البلد ويخضعه بكل الاتجاهات له، مضيفة أن الحزب يسعى للقبض على القرار السيادي في لبنان. بالموازاة قالت مصادر قريبة من حزب القوات اللبنانية إنه إذا صح أن حزب الله يحاول التصعيد في هذا الملف الحدودي فسيكون ذلك من زاوية سياسية ضمن إطار خلق الذرائع والحجج التي يرفعها حزب الله لتبرير استمرار السلاح تحت عنوان ما يسمى بالمقاومة. إلى ذلك اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن قرار الحرب والسلم بيد حزب الله وإيران طالما لم تتوصل الدولة إلى وضع خطة دفاعية، حيث يصبح لاحقا سلاح حزب الله بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وتحت إمرتها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أنطوان زهرة، النائب السابق في البرلمان عن كتلة القوات اللبنانية. مساء الخير أستاذ أنطوان، وأهلا بك إلى 19. برأيكم ما هدف حزب الله من ضم نفق سكة الحديد أو ما يعرف بنفق الناقورة المحتل إلى النزاعات البحرية والبرية الموجودة أصلا بين البلدين؟ مساء الخير. في الواقع حزب الله كل ما يسعى إليه تأكيد مقولة أن لا وجود للدولة في لبنان، وأنه هو صاحب الموقف الاستراتيجي أو القرار بالحرب والسلم وبأي شيء آخر. إذا تبعنا تعاطي حزب الله مع عملية ترسيم البحرية قبل أن نصل إلى نقطة النفاق بموضوع النفق لتبرير استمرار حمل السلاح، يعني والذي أتى من لا مكان ولا زمان معروف، بدأ الموضوع أولا بموضوع الترسيم البحري. عمل الرئيس نبيه بري لسنوات للوصول إلى اتفاق الإطار، واعتبر أنه أدى قصته للعلا وأصبحت مهمات الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية اللبناني، وانطلقت المحادثات غير المباشرة بوساطة أمريكية ورعاية أممية، ومرت بمطبات يعني صعودا ونزولا إلى أن توقفت بعد طرح لبنان خط جديد للتفاوض. المؤسف بالأمر أنه تصدى للموضوع مئات من دعوا أنهم خبراء وافتأتوا على دور رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية الذين هم أصحاب الحق الدستوري بالتفاوض في المعاهدات الدولية. المهم أن حزب الله في وقت مبكر أعلن
أنه جاهز للدفاع عن الحدود التي ترسمها الدولة اللبنانية في هذه المفاوضات، بالرغم من أنه هذا الإدعاء أنه هو من سيحمي هذه الحدود، إلا أنه كان متواضعا وتاركا لأصحاب الحق حقهم في التفاوض. لاحقا وفجأة خرج السيد حسن نصر الله ليعلن أنه لا للاستخراج في كريش إذا لم نأخذ حقنا في قانا. وقتها فكرت في أن أعلن أنه إذا كانت إسرائيل لا تطمع في قانا ونحن لا نطمع في كريش، فلماذا هذا التصعيد الكلامي وعشو مختلفين؟ يعني إذا كان الوسيط الأمريكي توصل إلى ما يشبه تفاهم بحاجة إلى بعض التفاصيل، لما هذا التصعيد الكلامي؟ طيب لماذا برأيك؟ أيضا أستاذ أنطوان، هل تربطه؟ أنا برأيي نعم، رسالة إيرانية عبر لبنان وتحقير لرئيس الدولة اللبنانية من بعد ما تصطف خلف الدولة أن تفاوض كي تحمي أنت الحدود، تعود وتتنطح لتعلن شروطك وتهدد بالحرب، هذا تحقير لرأس الدولة المناط به التفاوض على حقوق لبنان. طيب كيف يمكن أن يرد رأس الدولة أستاذ أنطوان يعني هذه التجاوزات من قبل رأس الدولة؟ رأس الدولة تنازل عن سيادة الدولة وعن حقوقه ودوره لحساب حزب الله مقابل وصوله إلى رئيس الجمهورية منذ العام 2016، وهو السبب المباشر والأساسي. هذا التنازل وهذا التماهي مع سياسة حزب الله هي ما عزلت لبنان عربيا، هي ما عزلته دوليا، وهي ما تسببت عمليا ومباشرة بالانهيار الاقتصادي الحاصل حاليا في لبنان. طيب اليوم فيما لو عدنا إلى الإطار الضيق لهذه المفاوضات، هذا التصعيد من قبل حزب الله بأنه نائبه يريد أن يتم بحث نقاط حدودية أخرى، كيف يمكن أن يؤثر على المفاوضات الجارية حول كريش؟ أنا برأيي من مصلحة لبنان وإسرائيل والغرب عموما إنهاء المفاوضات ترسيم البحرية، وأظن أن لا شيء سيؤثر عليها. أما موضوع النزاع، مثلا في عنا الجزء الجنوبي من قرية الغجر محل نزاع منذ رسم خط الأزرق، منذ الأزرق أو الأخضر منذ العام 2000، تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذه مواضيع يتم بحثها وبتها بتفاصيل تقنية بسيطة لا تستدعي لا تشنجا ولا حروبا ولا إعلانات مدوية. أنا أضع كل ما جرى برسم تأكيد حزب الله أنه لا دولة في لبنان وأنه هو صاحب القرار، وأنه السياسة الإيرانية تعتمد لبنان منصة لها وساحة، ومن المبكر جدا أن يتنطح أي كان برأي حزب الله للكلام عن سيادة لبنان خارج إطار وجود حزب الله ودوره المحوري ومرجعيته في السياسة الخارجية والدفاعية. هذا رأي حزب الله. هذا نهجه، واجبنا أن نتصدى لهذا النهج. من يتصدى أستاذ أنطوان؟ هذا ما كنت سأسألك عنه، يعني برأيك هل اليوم هناك في من لبنان ونحن في طليعتهم؟ أوكي، ما هي أدوات التصدي بالسياسة؟ أدوات تصدي سياسية، والفرصة التاريخية انتخاب رئيس لا يدين بالولاء لحزب الله ولأي دولة أخرى خارج لبنان، ويترجم هذا الولاء الانتقاص من سيادة الدولة اللبنانية وبس سلطتها على كل أراضيها. فإذا الخطوة الأولى وهي مسؤولية تاريخية ووجدانية على كل نائب لبناني سيدلي بصوته في المرحلة المقبلة أن يتم اختيار رئيس لا يخضع لإملاءات أحد لا في الداخل ولا في الخارج، يخضع لإرادة الشعب اللبناني ولضميره في إدارة شؤون البلاد. وعندها نبدأ بتصحيح الأوضاع، لأن حزب الله وهو يسعى إلى تحقيق مشروعه منذ عشرات السنوات لم يستطع أن ينفرد بلبنان ويسحبه من محيطه العربي إلا عندما دانت له السلطة الشرعية بواسطة رأس الدولة بأن يقوم هو بتحريك السياسة الخارجية والدفاعية. شكرا جزيلا لك أنطوان زهرة، النائب السابق في البرلمان عن قتلة القوات اللبنانية، حدثنا مباشرة من بيروت. شكرا جزيلا لك. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا
حاكم النيل الأزرق يوجه كافة الأجهزة الأمنية بضرب بيد من حديد ضد مثيري الشغب. أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل أحد الأشخاص. هذه المشاهد وجدت صدى كبير في الشارع. المشهد من خلفك كيف يبدو؟ كيف تصفيه لنا؟ نحن نخرج في هذا المباشر من داخل المكتب بعد أن أحاطت به قوات شرطية. حوادث العنف كانت دائما تزيد من وتيرة التظاهرات. هذا التيار يخدم رؤى تعتمد على الاستفراد بالمشهد. سيكتب لهذا الحوار النجاح إذا كانت بعض الأطراف قاطعت. بدون وجود حوار سوف تكون الخيارات صفرية أمامنا، والخيارات الصفرية سوف يدفع ثمنها شعبنا، لأن الأزمة استفحلت. هل يمكن أن تضغط هذه التظاهرات هذه المرة للوصول إلى تسوية؟ الدفع والتبع المضاد هذا يولد مزيد من الدماء ومزيد من العنف ومزيد من القتل. من يمتلك القدرة على تصليح هذه الأوضاع إذا كانت الأحزاب حتى اللحظة فيما بينها ما زالت مختلفة؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا بكم من جديد. وجه حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد بادي كافة الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد ضد كل المتفلتين ومثيري العنصرية والكراهية والفتن في الإقليم. وأكد بادي أن حكومته ستحسم الفوضى والعنف قانونيا وأمنيا، ولن تسمح بانجرار الإقليم للفوضى. وكشف بادي عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت في الإقليم، موضحا أنه سيتم تقديم أي شخص أجرم للقانون. ودعا حاكم الإقليم كافة المواطنين لعدم الانسياق وراء مروجي الفتن والشائعات المنقولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلا إن معظمها مفبركة وتهدف لضرب النسيج الاجتماعي. من جهته وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بضرورة الإسراع بتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق. ودعا كباشي خلال رئاسته في القصر الجمهوري اجتماع لجنة الطوارئ الإنسانية للحكمة وضرورة ضبط النفس وتحكيم العقل وإعلاء روح التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف، مؤكدا أهمية الحوار واستقرار الإقليم. المشكلة بدأت بالاتصال بين مجموعتين، مجموعة الحوسة ومجموعة الحمج. المشكلة أصلا كانت تكمن في عملية إنشاء عمارة للحوسة، والمواطنين الأصليين كانوا هم الذين يرفضون بإنشاء هذه المبادرة العمارة بحكم أنه الحوسة لا يملكون الأرض وهم أصحاب الأرض. فالمشكلة كانت يعني لفترة طويلة جدا قبل ما يجي أحمد العمدة في المكتب. فأنا يعني لفترة طويلة جدا قدرت التقيت بالمجموعات دي، يمكن الحل يعني لازم ممكن يحل بالطرق القانونية المعروفة. والله طبعا أخي شوف، أنا داير أقول لك لو لا كان الوقف بتاع الأجهزة الأمنية والحقوق لإحتياء الموقف لكان يمكن العدد يمكن كان حتكون بآلاف، وكان ممكن العدد يكون شبيحة بالمجازر بتاع رواندا. ولكن بالمهنية العالية بواسطة الأجهزة الأمنية الموجودة في المنطقة قدرت يمكن يعني تنقذ الموقف. لا سراء قبلي، السراء القبلي ما بيكون في المدن، السراء يمكن في الغابات في مناطق مختلفة. سراء بدأت في منطقة تسمى منطقة ديارة
أن يرأوا عدسين برا، والسلع يمكن يعني برضو نسبة الظروف الخارج الأجهزة الأمنية تدخلت، بالرغم إنه كان كان برضو في تحديات من موسم الأمطار والخريف وما أدراك، يعني قدر احتوت الموقف من أسرات في منطقة من محافظة جيسان بين أسرات أنا يتحول لمحافظة بتاع. وجه مجلس السيادة السوداني بإرسال كتيبة عسكرية من الخرطوم لاحتواء الأوضاع في إقليم النيل الأزرق. بدوره وجه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بضرورة الإسراع بتقديم العون الإنساني للمتضررين من الأحداث التي شهدها إقليم النيل الأزرق. ودعا كباشي خلال رئاسته اجتماع لجنة الطوارئ الإنسانية للحكمة وضبط النفس وتحكيم صوت العقل وإعلاء روح التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف، مؤكدا أهمية الحوار وضرورة الاهتمام بقضايا الإقليم والتنمية المجتمعية، معربا عن أمله في استدباب الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. التوتر القبلي في إقليم النيل الأزرق ينكأ من جديد جراح الصراعات القبلية في السودان، ويوقظ اتهامات وجهت للدولة بأنها من تشعل ذلك الصراع. ففي النزاع الحالي أصابع الاتهام تنال حاكم الإقليم، مطالبات بإقالته لاتهامه بتغيير التركيبة السكانية، ممثلون للإدارات الأهلية من قبيلة الفونج التي تقطن المنطقة طالبوا بإقالة والي الإقليم لأنه لا ينتمي للمنطقة، واتهمته بالسعي لتغيير التركيبة السكانية من مهاجرين نيجيريين من قبيلة الهوسة بهدف إيجاد ناخبين ومؤيدين له، ليأتي الرد بأنه لا توجد هنالك توجهات للتأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين، وفق عضو مجلس السيادة مالك عقار أحد قادة منطقة النيل الأزرق. أما حاكم الإقليم فقد وجه الأجهزة الأمنية بفرض هيبة الدولة والعمل على حسم كافة التفلتات، معلنا تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت. الأمر ذاته جاء وبتوجيهات سيادية بإرسال كتيبة عسكرية من الخرطوم لاحتواء الأوضاع في الإقليم. لكن الصراع لم يقف عند حدود النيل الأزرق، بل امتد ليصل كسلا شرقي السودان. عناصر من قبيلة الهوسة أضرمت النار في جزء من أمانة الحكومة ومكاتب المحلية في كسلا، لتزداد المخاوف تلك من انتقال شرارة الصراع هذه من نطاقها الجغرافي الحالي لتعم مناطق أخرى، ما يعني اندلاع حرب أهلية البلاد في غنى عنها وعن تداعياتها المتوقعة. عصام عبد السلام، الحدث. من الخرطوم ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز، وأيضا ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور الرشيد إبراهيم رئيس قسم العلوم السياسية بمركز الدراسات الدولية في الخرطوم. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك سيد أشرف فيما يتعلق بالمقاربة التي على ما يبدو انتهجها حاكم الإقليم لحل الأزمة، قال بأنه وجه الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد. كيف تعتقد يمكن أن تكون نتائج هذه المقاربة الأمنية؟ وظهور هذا الوالي في هذا التوقيت بالتأكيد كان متأخرا جدا، لأن الأزمة عندما قامت مرت عليها أيام واستفحلت وتفاقمت، وكان من المفترض أن يوجه الوالي منذ اليوم الأول هذه القوات بأن تقوم بدورها بشكل كامل، ولكن لأن هنالك اتهامات توجه له شخصيا بأنه أحد أطراف النزاع، هذا ربما ما جعله يختفي عن الأنظار ثم يصر الآن ليدير الأزمة من جديد. ولكن أن تأتي أخيرا خير من لا تأتي، فبالتأكيد القصور الذي لازم الأجهزة الأمنية طوال الفترة الفائتة، سواء كان لأنها لم تتنبأ بوقوع الأحداث قبل أن تقع، وهذه بالتأكيد مهمة استخبارية من المفترض أن يطلع بها جهاز الأمن والمخابرات، خاصة وأن هنالك مؤشرات لذلك من حيث التصاعد في النقاش منذ رمضان، حيث كان هنالك نقاشا حادا في السوشيال ميديا بين أبناء الهوسة وبين أبناء الهمج حول موضوع هذه النظارة، فبالتأكيد كانت هنالك هذه المؤشرات كان من المفترض أن تبنى عليها قرارات،
ومن المفترض أن تكون هنالك تحركات حكومية لتلافي مثل هذا الأوضاع. نأمل أن تكون الحكومة قد ارعوت واستفادت من هذا الأمر وأن لا يتكرر، وعليها أن تتنبأ قبل وقوع الأحداث، لأن هنالك كثير من المؤشرات أصبحت واضحة في مثل هذه الصراعات في السودان. طيب أستاذ إبراهيم، يعني كما ذكر أستاذ أشرف بأنه البعض يتهم حاكم الولاية بأنه يغذي هذا الصراع، يريد القيام بتغيير ديموغرافي ما من أجل أهداف انتخابية بحتة. بداية، ما صحة هذه الاتهامات؟ وفي حال صحت، هل يمكنه أن يساهم في الحل؟ نعم، يعني الوقت مبكرا للإجابة حول هذه الاتهامات، ولكن قطعا النزاع بشكله الحالي هو يصنف ضمن النزاعات الاجتماعية المتأصلة التي تعتمد على القبيلة كمحدد ومحرك في الصراع. ووجود قبائل الفلاتة هو سابق يعني لحضور الوالي إلى الولاية، ولهم تاريخ قديم يعني في التعايش مع أهل المنطقة. القضية جذورها كما ذكرت هي قديمة، وصراع متجدد، ولكن يعني واضح أنه هنالك تقصير ما من قبل أجهزة الدولة، سواء كانت على المستوى الولاية أو على المستوى الاتحادي، لأن النزاعات هذه لا تحدث فجأة. هنالك مؤشرات، هنالك نظام للإنذار المبكر، كان يجب التنبه لهذه القضية، خاصة وأن الولاية هذه يعني تعتبر واحدة من الولايات التي تم تخصيصها في اتفاق جوبا للسلام للحركة الشعبية قطاع الشمال. والحركة الشعبية هي رفعت وتمردت على الدولة السودانية ورفعت شعارات كبيرة جدا يعني معللة صراعها وتمردها باعتبار أن هنالك قضايا للتهميش، ولكن يبدو أن يعني هذه القضايا عندما دانت لها السلطة لم تتحرك الحركة الشعبية في يعني بالمستوى المطلوب الذي يجعل من التعايش السلمي حقيقة، وحتى أتيحت لها فرصة يعني لتطبيق شعاراتها التي ترفعها يعني أثناء فترة التمرد. هذا من جهة، كما أن أيضا الخلل الذي واضح الآن في إدارة الفترة الانتقالية وحالة الانقسام اللي بيعيش السودان، وبالتالي عدم قياب الرؤية في إدارة شأن البلاد، أيضا تلقي بظلال سالبة على الولايات الحدودية، خاصة أن ولاية النيل الأزرق هي مصنفة مع ولايات دارفور وجنوب كردفان من الولايات المأزومة، والتي يعني تم تضمينها في اتفاق جوبا للسلام. أيضا هنالك قضية ساهمت يعني عدم إنفاذ بروتوكول الترتيبات الأمنية بصورة واضحة، قضية جمع السلاح وحصر القوات أيضا هي واضح أنه نتائجها وتأثيراتها في المشهد الحالي. هذا بالنسبة للأسباب التاريخية كمان، ولكن الصراع في نسخته الحالية أنا أفتكر أنه هو لظهور فرص سياسية جديدة. الآن ما عادت الحاضنة السياسية تكفي، هنالك حواضن اجتماعية، وبالتالي القبيلة أصبحت هي أداة للصراع، يعني كما هو في غرب دارفور وشرق السودان. نعم. الآن أصبحت أيضا في النيل. طب دعني أنقل هذه الفكرة دكتور إبراهيم إلى أستاذ أشرف. للصراع. نعم، إذا كانت القبيلة أصبحت تستخدم كإحدى أدوات الصراع السياسي، ما الحل الذي يجب أن يعتمد من أجل إنهاء هذه الأزمة، خصوصا وبأنها تتوسع، يعني لم تعد تقتصر فقط على منطقة النيل الأزرق؟ هل مثلا الحل الذي اعتمده مجلس السيادة السوداني بتوجيه كتيبة، بإرسال كتيبة عسكرية إلى هناك، هو الحل الأنجع برأيكم؟ الحل العسكري حتى الآن هو يعد حل مؤقت، لأنه لن ينتشل الأزمة من جذورها، ولكن قد يوقف هذه الإشكالات المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتتال القبلي والاشتباكات الدامية في هذه الظروف أو في هذا الوقت، ولكنه لن يستطيع انتشال الأزمة، لأن الأزمة هي أزمة سياسية. هذه القضية لا تنفصل عن الواقع السياسي في السودان. معلوم أن الواقع السياسي في السودان كان قد تأثر بقدر كبير فيما يتعلق باستخدام القبائل والزج بها في السياسة للبقاء في الحكم منذ عهد البشير.
البشير هو الذي ابتدر هذه الطريقة في دارفور عندما قام باتباع سياسة فرق تسد، وكانت هنالك بالتالي كثير من كان هنالك فرزا ما بين القبائل بأن هذه هي عربية موالية للحكومة ويتم تجيشها، وأصبح هنالك ما يعرف بالجنجويت الذين قاموا بالإبادات الجماعية وما إلى ذلك. وفي المقابل كانت هنالك قبائل إفريقية انحازت في غالبها إلى التمرد ضد الخرطوم، وقتها انسحب هذا على الوضع السياسي في السودان حتى ما بعد الثورة، وحتى اتفاقية السلام جوبا لم تستطيع تحقيق السلام بشكل كامل للأسباب التي ذكرها ضيفك فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وما إلى ذلك. الأزمة الحقيقية حتى تحل تحتاج إلى العودة مرة أخرى إلى مربع الديمقراطية والحرية وإنهاء الحالة الانقلابية الحالية، ومن ثم عقد مؤتمر دستوري يحدد كيف يحكم السودان، وبالتالي يشارك في هذا المؤتمر الدستوري كل القبائل وكل النخب السياسية حتى يحددوا الكيفية التي يمكن أن يبنى عليها مستقبل السودان. دون ذلك بالتأكيد من الصعوبة بمكان الوصول لاتفاق بين هذا التنوع في السودان الذي من المفترض أن يكون نعمة ولكنه الآن أصبح نغمة نتيجة هذا الخطل السياسي بسبب الانقلاب الذي يعني جاء إلى السودان منذ 25 من أكتوبر وقام بالانقطاط على الحكومة المدنية الديمقراطية التي كانت تسير على خطى حسيسة تجاه رسم آفاق ومطلوبات الثورة السودانية. دكتور إبراهيم، هل توافق على أن الحل الأمني هو حل مؤقت؟ وما الحل يعني الذي تقترحون وترون بأنه الأنسب على الأقل للحد من توسع هذه الأزمة في المناطق المحيطة؟ طبعا الإجراءات العسكرية والأمنية هي جزء من الحل، ولكن ليست كل الحل، باعتبار أن النزاع فيه محتوى ذو طبيعة سياسية يحتاج إلى معالجات سياسية، فيه محتوى ذو طبيعة قانونية تحتاج إلى توضيحات خاصة فيما يلي علاقة السكان بالأرض وحساسية الناس تجاه الأرض وقانون الإدارة الأهلية. طبعا الصراعات القبلية هي قديمة، يعني منذ أن أدخل المستعمر البريطاني تقسيم السودان إلى دوائر للقبائل فيما يعرف بالدار أو الحواكير، يعني والقتال مستمر طيلة الفترات الوطنية في تاريخ السودان السياسي. الأحزاب في السودان تتقاسم القبائل، يعني الهدندوة في الشرق هم يدينون بالختمية، حزب الأمة في الغرب هو للعرب، والفور الاتحاد الديمقراطي. فللحقيقة والتاريخ أن هذه قضية متأصلة ومتجذرة يعني على مر الأزمان، وليست حصرا على نظام سياسي بعيني. أنا أفتكر أنه المحتوى أيضا يعني الخدمي فيما يتعلق بوجود هيبة الدولة، بمفهوم أن هيبة الدولة ليست في المظهر العسكري، ولكن في وجود مؤسسات للقضاء، مؤسسات للشرطة، كذلك مؤسسات للنيابة والتقاضي، وأن تحدد العلاقات الأفقية والرأسية في مستويات الحكم. هذه قضية مهمة جدا، الأمر قد يحتاج إلى بعض الوقت، ولكن قطعا الأسباب الآن غياب التنمية المتوازنة سواء كانت على صعيد التنمية البشرية أو استغلال الموارد. يعني الأزمة الآن هي أزمة إدارة موارد بدرجة كبيرة جدا، لأنه المنطقة غنية يعني ومنطقة يمكن بإدارة رشيدة يمكن أن طيب، ولكن البعض يذهب إلى ضرورة هذا السؤال، دعني أنقله دكتور إبراهيم إلى سيد أشرف، إلى ضرورة يعني خطوة أولى إقالة حاكم الإقليم لتهدئة النفوس. هل تعتقد بأن ذلك منطقيا يمكن أن يحل المشكلة على الأقل كما ذكرنا، يعني أن يتوقها كحل أولي؟ وبالتأكيد هذا ليس ممكنا، لأنه واضح من الإشكالات أن أحد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الذين وقعوا على اتفاق جوبا من الجانب الحكومي أنهم سمحوا بأن يكون الذين يسيطرون على الجهاز التنفيذي أو الوظائف العليا من قبل الحركات المسلحة التي كانت متمردة على الخرطوم بأن تقوم هي بتحديد من يمثلها في الحكم، وبالتالي من الصعوبة بمكان تغيير هذا الوالي، لأنه يعتبر أيضا لديه كثير من النفوذ داخل الحركة الشعبية جناح مالك عقار الذي من المفترض التي تحكم هذا الإقليم.
وبالتالي يصعب ذلك. وهذا ما جعل كثير من المراقبين السودانيين يرون أن واحدة من الإشكالات الأساسية في اتفاق جوبا أنه يجب أن يمثل من هم كفاءة من أهل الإقليم أو من هم كفاءة في المركز في الوظائف التنفيذية، وأن لا تكون حصرية على الحركات المسلحة، باعتبار أن الأساس في الأصل نعم. أن هذه المطالب هي من المفترض شكراً أن تعود جزيلاً لك ثمارها لصالح الأغاليم وليس لصالح الجريدة أشرف عبد العزيز، كنت معنا من الخرطوم. كما أشكر أيضاً الدكتور الرشيد إبراهيم رئيس قسم العلوم السياسية بمركز الدراسات الدولية في الخرطوم، شكراً جزيلاً لكما. بهذا نأتي لختام الساعة الأولى، دقائق ونفتح ملفات الساعة الثانية. في الحروب تسقط كل المعايير، تظهر المصالح وتنتظر النتائج التي قد تدوم لسنوات. فهل نشهد تاريخا مختلفا ومستقبلا يسكنه الغموض؟ وهل نحن نمر بأخطر أزمة في العصر الحديث؟ تابع الأخبار بكل أبعادها، عسكرياً، اقتصادياً وسياسياً. كيف يقرأ المشهد؟ إعلان منطقة حظر الطيران من موسكو، مراسل الحدث، هنالك توافق كبير جداً. ما تريده روسيا أبعد من حدود أوكرانيا. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سلوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة، تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة تموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال. أنا ما معناش حتى حقا أقول لك حقا دب الماي. كل توقيعات أو التزامات الحوثيين بحماية الأطفال وعدم إقحامهم في الجبهات كلها تبخرت. هذه الجرائم
هي جرائم ضد الإنسانية. تستمر الخروقات منذ الساعة الأولى لإعلان الهدنة. وفقا لمصادر أمنية حتى الآن لا يوجد قتلى ولا جرحى. ماذا يعني ذلك لليمنيين في الداخل؟ هناك صراعات سياسية على السلطة. اليمني كما قلت يتعرض إلى انتهاكات من الحوثيين، كيف باللاج؟ حصرتها بالسلاح وأطلقت عليها النار وأحرقت الفنادق والسكنات الشعبية التي بناها هؤلاء في هذا الوادي. ولا يعني كأنه الناس يعني يفكرون كيف حال الناس وكيف حالنا. إلى ماذا يرمي الحوثيون من خلال هذه الانتهاكات؟ بوتين وأردوغان إلى طهران غدا، والملف السوري الحاضر الأبرز. وسط جمود المفاوضات، إيران تلوح بالنووي وإسرائيل بعمل عسكري. لتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش قوي، اللجنة العسكرية تلتقي في طرابلس ومنها إلى بنغازي. غسيل الإخوان القذر إلى العلن، اتهامات بالعمالة والفساد. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من 19 والتي نبدأها مع الشأن السوري، إذ يجتمع مثلث الحل والعقد في سوريا حول طاولة المفاوضات في طهران للنظر في ملفات عدة يبدو أبرزها العملية العسكرية التركية المرتقبة في الشمال السوري. ونقل المباحثات من أستانا إلى طهران كان هذه المرة لمناقشة تداعيات الحرب إن هي وقعت في وقت تخوض فيه روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا. الكرملين وعلى لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف أكد أن عملية التسوية السورية ستكون أساس زيارة بوتين لطهران، ومما لا ريب فيه أن إيران وروسيا تريدان الحؤول دون عملية عسكرية تركية أخرى في شمال سوريا، كما أن موسكو وطهران تريدان التنسيق الوثيق بينهما لعدم زيادة التوترات في المنطقة بحكم خفض روسيا لحضورها العسكري في سوريا لانشغالها في أوكرانيا ورغبتها في أن يعوض غيابها بتعزيز الوجود الإيراني. لكن الزحف الإيراني الذي يؤسس لحضور في حلب ومحيطها يثير قلق أنقرة، غير أن الأخيرة لا تريد خوض العملية من دون ضوء أخضر من روسيا، لأن منطقتي منبج وترفعت تقعان تحت إشراف موسكو. كل ذلك يحدث في وقت يضيق فيه الخناق على قوات سوريا الديمقراطية على نحو متزايد، خاصة مع وصول أرتال من قوات النظام السوري إلى ترفعت ومحيطها لتعبر من معبري التايها إلى ريف منبج. وعلى الرغم من الدعم العسكري من قوات النظام، إلا أن قسد لا تثق في قدرة النظام السوري على صد العملية التركية كما هو الحال في عفرين. لذلك تحاول قوات سوريا الديمقراطية استمالة روسيا بشكل أكبر من خلال الحديث عن حل سياسي سوري يرضي موسكو ويدفعها إلى زيادة الضغط على أنقرة لثنيها عن تنفيذ تهديداتها. We'll be right back.
إلى ذلك يصل غدا وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى العاصمة الإيرانية طهران على أن يعقد اجتماعا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعد غد الأربعاء. وبحسب وكالة سبوتنيك فإن المقداد سيبحث مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية ونتائج قمة أستانا حول سوريا والتي سوف تنعقد غدا في طهران بمشاركة زعماء إيران وتركيا وروسيا. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فاتشسلاف ماتازوف، وأيضا ينضم إلينا المحلل السياسي التركي. إذن سينضم إلينا فيما بعد المحلل أوكتاي يلماز، أهلا بكم إلى 19. أبدأ معك سيد ماتازوف، بداية هل هناك أي دلالات لنقل مكان المحادثات التي عادة تعقد في أستانا واليوم نراها تعقد في طهران؟ بلا أي شك أن كل اللقاءات في العالم بين قادة الدول، لا شك أن كل العمل التحضيري لهذا اللقاء كان لازم أن يكون ناجحا، لأن بدون التحضيرات الأولية أي لقاء في القمة لا يمكن أن يدخل في تفاصيل التي هناك تناقضات أو صراعات بين دول المشاركة. ولذلك اللقاء نفسه هو دليل أن هناك الاتفاق على مستوى العملي بين تركيا وبين روسيا وبين إيران. طبعا ملف السوري هو في أولوية اللقاء الثلاثي بلا أي شك، لأنه الآن طيب هنا سيد ماتازوف، الكرملين أعلن على لسان بيسكوف بأن التسوية في سوريا هي أساس هذه الزيارة بالفعل، يعني هذا ما تؤكده حضرتك. ماذا يحمل الجانب الروسي؟ هل من تصور ما لحل هذه الأزمة أم أن البحث سيقتصر على العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سوريا؟ أنا لا أعتقد أن إمكانية أي عملية عسكرية تركية واردة في هذه الظروف لنحن نشاهدها على صعيد الإقليمي وعلى صعيد علاقات روسيا وإيران مع تركيا. لماذا؟ لأن نحن نشاهد اليوم تحرك قوات مسلحة سورية في شمال سوريا في الضفة الشرقية لنهر فرات على حدود تركيا مباشرة. ولذلك هناك عين الإيسى عين العرب الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا قوات المسلحة الكردية تتراجع منها، يترك المواقف ويحتل المواقف قوات الجيش العربي السوري. وطبعا هناك أخبار أن قوات الكردية وافقوا أن ينسحبوا من حدود على بعد حوالي 30 كيلومتر. ولكن هذا ليس كاف من المنظور التركي سيد ماتازوف، يعني من المعلوم بأنه روسيا تنسحب من بعض المناطق الشمال شرقي سوريا وتعطي هذه المواقع للإيرانيين، وعلى ما يبدو أنقرة لديها حساسية على هذا الموضوع ولا يريحها ويطمئنها التوسع الإيراني على حدودها، وبالتالي عندما تقول روسيا بأنه ليس الوقت مناسب للقيام بعملية عسكرية تركية، ما الذي تقدمه لتركيا لثنيها عن القيام بهذه العملية؟
تركيا سوف تحصل على ضمانات الأمن على حدودها، لأن إذا جيش سوري وطبعا بمراقبة من قبل بوليس العسكري الروسي موجود حاليا في كل المناطق ذكرتنا، ولذلك أنا أتصور أن هذا أثار الاتفاق التركي الروسي حول أوضاع على حدود تركيا وضمانات لأمن القومي التركي وخطر من جانب من الجنوب من جانب سوريا. وأنا أتصور أن هذا أمر مقبول بالنسبة لتركيا الرئية، أن هذا شيء أنا يعني معقل، وأن أنا أرجع على مثل هذه الاتفاقية بين سوريا وتركيا كانت زمان، لأن فقط المسافة كانت هناك لكانت تركيا تقدر أن تراقب وخالية من أي منظمات المسلحة كانت 10 كيلومترات. طيب أتراك يطلبوا 30 كيلومتر. نعم هذا في السابق سيد ماتوزوف، اليوم فيما لو لم يقبل الجانب التركي بالعدول عن هذه العملية العسكرية، ما سيكون موقف روسيا؟ موقف روسيا كان ولا تزال ستبقى مع موقف السلطة السورية، لأن وجود العسكري الروسي في سوريا هو على أساس الدعم السلطات السورية الجيش العربي السوري فقط. إذا سيكون هناك جيش سوري متورط لأي عملية عسكرية، لا شك أن روسيا مضطرة أن يدعم قوات مسلحة السورية. أنا لا أنتظر أي عدم التفاهم بين تركيا وروسيا بخصوص شمال سوريا. المشكلة الأساسية وجود أمريكي. طيب. سأعود معك إلى هذه النقطة سيد ماتوزوف، اسمح لي، يبدو بأن ضيفنا من اسطنبول أصبح جاهزا معنا، المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز. أهلا بك سيد يلماز إلى 9:10. لا أدري إن كنت استمعت وأيانا إلى ما تفضل به السيد ماتوزوف عن أن الجانب الروسي سيحاول غدا إقناع الجانب التركي بالعدول عن العملية العسكرية في شمال شرق سوريا، هل تعتقد بأن أردوغان سيقبل ومقابل ماذا إن قبل؟ تحية طيبة، مساء الخير وأعتذر للتأخر. نعم يعني هذا هو موقف روسيا، ولكن يجب التذكير بأن سوريا أو الوضع في سوريا قد تكون بالنسبة لروسيا مسألة المصالح، وكذلك للولايات المتحدة مسألة المصالح وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة لتركيا مسألة الوجود ومسألة الأمن القومي. يعني حقيقة وجود المجموعات الانفصالية الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة، حيث أصبحت هذا التشكيل نحو تشكيل كيانات. طيب لكن سيد يلماس الآن سيد ماتوزوف تهدد الأمن القومي التركي. ما أريد أن أقول بس تعقيبا على هذه النقطة، مسألة الأمن القومي التركي. نعم. هذه العملية هي بسبب دائما بحسب المحللين الأتراك وحسب الرواية التركية أصلا بسبب الأمن القومي المهدد من قبل القوات سوريا الديمقراطية. الآن السيد ماتوزوف يقول بأنه قوات سوريا الديمقراطية انسحبت إلى الداخل من الحدود مع تركيا، وبالتالي ألا ينتفي سبب القيام بهذه العملية برأيكم؟ هذا غير صحيح مطلقا، ولكن كان هناك اتفاق أو تفاهمات تركية روسية وتركية أمريكية بموجبها أوقفت أنقرة عمليتها الأخيرة ضد في شرق الفرات ضد هذه المجموعات المسلحة الانفصالية، ولكن لم تلتزم لا موسكو ولا واشنطن بسحب هذه المجموعات الإرهابية عن الحدود التركية السورية. بالأسف يعني لم تنفذ هذه الوعود لا من واشنطن ولا من موسكو. يعني
هذه ما زالت هذه المجموعات المسلحة تسيطر على الحدود، يعني معظم الحدود التركية السورية، وتقوم بإطلاق النار على الجانب التركي، وكذلك تقوم بعمليات إرهابية ضد القوات التركية أو ضد وضحت هذه النقطة في حال لم أو ضد المناطق المحررة وما إلى ذلك. في حال لم تأخذ تركيا غدا الضوء الأخضر من روسيا للقيام بهذه العملية العسكرية، ما سيكون موقفها؟ يعني بكل تأكيد التفاهمات مع روسيا مفيد، ومع أمريكا طبعا مفيد جدا، وتسهل هذه العمليات. ولكن عندما تتعلق كما قلت يعني المسألة بمسألة الوجود، تركيا ترى يعني أنها هناك خطر قريب جدا على أمنها القومي. تركيا يعني قادرة على تجاوز هذه الصعوبات والعراقيل، ومعنية بحماية نفسها، وقادرة وعازمة لحماية نفسها وحدودها ومصالحها. يعني الولايات المتحدة تأتي عبر البحار، وكذلك روسيا تأتي عبر آلاف الكيلومترات لحماية مصالحها. كيف لتركيا لا يعني تقف متفرجة على تهديد أمنها ومصالحها؟ وتركيا وسوريا دولة الجوار، هناك حدود أكثر من 900 كيلومتر تربط الجانبين، وتتعرض تركيا جميع الخواطر التي تنبع من هذه الجغرافيا. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، حدثنا من اسطنبول. أشكر أيضا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فاتشسلاف ماتازوف، حدثنا من موسكو. شكرا جزيلا لكما. ومشاهدينا ننتقل إلى هذه الصور المباشرة للحرائق الهائلة التي تندلع في إسبانيا. إذن حرائق هائلة تندلع في غابات مقاطعة زامورا في إسبانيا. هذه الحرائق التي شهدتها العديد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث أفادت الأرصاد الجوية اليوم بأن فرنسا مثلا وبريطانيا شهدتا ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، يمكن أن يصل في الأيام المقبلة إلى ما فوق 42 درجة مئوية. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا. جهاز دعم الاستقرار في غرب ليبيا يعلن الطوارئ ويدعم حكومة بشار. أطلق الجيش الروسي هجوماً على مصنع أزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا، والقصف كذلك كان متواصل. روسيا تقول بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذا الحرب ليس من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل الآن معلومات هذا من صفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية
وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أحييكم من جديد على وقع التهديد الإسرائيلي باحتمال تنفيذ عمل عسكري ضد التهديد النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق كمال خرازي في تصريحات صحفية أن لبلاده القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، إلا أنه كرر موقفها الرسمي بعدم وجود قرار بذلك. فالقدرات الفنية الإيرانية لصناعة قنبلة نووية ليست سرا، كما أن طهران رفعت خلال الأيام فقط نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 إلى 60%، كما يمكنها رفعها ثانية ببساطة إلى 90%، وهي نسبة التخصيب القابلة للاستخدام العسكري. التهوير الإيراني يأتي عقب إعلان القدس الأمني لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. فبايدن خلال زيارته القدس بدأ منفتحاً على خيار الملاذ الأخير باستخدام القوة ضد طهران، في خطوة واضحة باتجاه قبول دعوات إسرائيل بالتلويح بتهديد عسكري قوي. من جانب آخر، ردت إسرائيل على هذا الكلام بأن أعلن رئيس أركان الجيش عفيف كوخافي أن تل أبيب تحضر الجبهة الداخلية للحرب، مشيراً إلى احتمال العمل ضد التهديد النووي الإيراني. وأضاف أن الجيش يستعد بقوة للتحضير لهجوم في إيران، مشددا على ضرورة الاستعداد لأي تطور وأي سيناريو، باعتباره واجبا أخلاقيا وأمرا مهما للأمن القومي. إعداد الجبهة الداخلية للحرب تعد مهمة يجب تسريعها في السنوات المقبلة، خاصة في ظل التهديد النووي الإيراني. ويواصل الجيش الاستعداد للهجوم على إيران بشكل مكثف، ويجب عليه الاستعداد لكل تطور وكل سيناريو. إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي. الاستعدادات العسكرية ضد البرنامج النووي تدخل في صلب تحضيرات جيش الدفاع، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الخطط العسكرية خصصت لها الكثير من الموارد، توفير الأسلحة المناسبة فضلاً على العمل الاستخباراتي. سيناريو غير مسبوق في تاريخ الأزمة النووية الإيرانية. فبعد امتلاك طهران كميات كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% جنباً إلى جنب مع أجهزة الطرد المركزية المتطورة، باتت حيازاتها للمواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية مسألة أيام أو أسابيع قليلة. معلومات أخفتها طهران على مدى سنوات باتت علنية على لسان المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا قدرة بلادهم الفنية على تصنيع قنبلة نووية. أما واشنطن التي تتقلص خياراتها الدبلوماسية يوماً تلو الآخر بعد طول أمد المفاوضات النووية والمطالب الإيرانية البعيدة عن الاتفاق، أكدت هي الأخرى اقتراب طهران من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة نووية، معتبرة أنها تأخذ حذرها مع شركائها من التقدم الذي أحرزه الإيرانيون في مجال التخصيب. 27 cameras are being removed in Iran. نطاق جديد أكثر خطورة دخله البرنامج النووي الإيراني بعد اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقدرة طهران على تطوير قنبلة نووية، بعد رفعها لمستوى وحجم تخصيب اليورانيوم لمستويات كبيرة، وعدم تقديم طهران رداً على استفسارات الوكالة حول آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
قلق دولي صاحبه تعهد أمريكي بعدم السماح نهائيا لطهران بامتلاك سلاح نووي، إلا أنها تعهدات لم تبدد مخاوف الجانب الإسرائيلي الذي اعتبر أن الاستعداد للخيار العسكري ضد برنامج إيران النووي التزام أخلاقي. أما المجتمع الدولي فيجد نفسه واقفاً أمام إيران وهي على عتبة صناعة سلاح نووي في المستقبل المنظور، وسط تنامي المخاوف من العواقب السلبية في ظل سياسة إيرانية عدائية إقليمياً ودولياً. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور أحمد. إلى 19 يعني لنا فترة طويلة ونحن نسمع بأن إسرائيل ستستهدف إيران عسكريا وستقوم بضربات في الداخل الإيراني. اليوم تصريح رئيس الأركان، هل فيه أي شيء يشي بجدية ما طارئة بشيء قريب؟ نعم كريستيان، ربما الجديد ليس في مضمون التصريحات، فقد تقررت من السابق على لسان مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين، ولكن الجديد هو السياق والتوقيت، أنها جاءت بعد زيارة الرئيس بايدن وإعلان القدس والشراكة الاستراتيجية وتصريح الرئيس بايدن بأن استخدام الخيار العسكري لإسرائيل هو خيار متاح ولكن كملاذ أخير. وبالتالي هنا هذه التصريحات هي في سياق ما يسمى استراتيجية القدرة مقابل القدرة، يعني إيران وتصريحات كمال خرازي وزير الخارجية الإيراني السابق الذي يقول أن لديها القدرة على إنتاج السلاح النووي في أسابيع وشهور قليلة ولكن ليس لديها الرغبة لأنه قرار سياسي. وبالتالي هنا أيضا جاءت تصريحات كخافي لتقول أن إسرائيل أيضا لديها القدرة على ضرب ومنع إيران من الوصول إلى هذه المرحلة، ولكنه أيضا مشروطة وهذه هذا الضربة بشرطين، هو فشل الاتفاق النووي المفاوضات الحالية أو التوصل إلى اتفاق معيب كما حدث في اتفاق 2015. هنا إسرائيل تتيح لنفسها الضربة العسكرية، وهذا الخيارين سواء الفشل أو خيار اتفاق معيب يعني لديه سنوات ليس في الأجل المنظور نقول أنه سيكون هناك عملية عسكرية. لكن الخطورة هنا هو في فكرة سياسة حافة الهوية، يعني إيران الآن تعلم بشكل صريح أن لديها القدرة النووية، وهي رسالة ليست فقط موجهة لردع إسرائيل وبعد زيارة بايدن، وإنما الأخطر أيضا هي موجهة للأوروبيين والأمريكان. طيب ولكن دكتور أحمد، الكل يعلم بأنه يعني بهذا العصر بهذه السنين لا أحد يستخدم القدرة النووية، يعني وبالتالي أنه لماذا إيران ستكون استثناء حتى بحال أنتجت هذه القنبلة؟ نعم أنا أتكلم، القدرة ليست استخدام السلاح النووي ولكن القدرة على التوصل إلى السلاح النووي، يعني القدرة على امتلاك القنبلة النووية. وهي تقول أن لديها كل الإمكانيات الفنية، أجهزة الطرد المركزي الحديثة، نسبة يورانيوم من المخصب 235 والعجينة الصفراء، لكن تفقدها بكت الرغبة أي القرار السياسي من المرشد بامتلاك القنبلة النووية. في المقابل إسرائيل تقول أيضا لديها القدرة، لكن كريستيان الخطورة هنا والسياق هو سياسة حافة الهوية، بمعنى أن هذه التصريحات التي تستهدف الردع وإرسال رسالة لإسرائيل أن إيران قادرة على إنتاج السلاح النووي ربما أيضا تدفع إلى السيناريو الذي كان البلدان حريصان عليه، يعني هم حرصون طوال كل هذه السنوات على ثلاثة أنواع من الحروب، حروب الظل، الحروب الأخطبوطية، وما يسمى حروب داخل الحروب، بمعنى هذا ما كنت سأسألك عنه دكتور أحمد. نعم دكتور أحمد، هل يعني عندما يتحدث الجانب الإسرائيلي عن ضربة عسكرية، البعض يقول بأنه أصلا يعني الضربات العسكرية بدأت لن تكون بالمفهوم التقليدي للحروب بحرب شاملة في الداخل الإيراني، وإنما على غرار ما كنا نرى في السنوات الماضية من استهداف لمنشآت نووية، اغتيال لعالم نووي بهذه الطريقة. هل تعتقد بأنه سيحافظون على هذا النهج أم يمكن أن يعودوا إلى الحروب التقليدية؟
أنا في اعتقادي أن النهج هذا هو الذي ربما يسيطر. الحروب الأخطبوطية، يعني إسرائيل لديها استراتيجية طبقها نفتالي بنت، وهي استراتيجية الأخطبوط، بمعنى الانتقال من استهداف الأزرع الإيران في المنطقة إلى استهداف رأس النظام الإيراني، يعني الضرب داخل إيران. رأينا في استهداف علماء ذريين، استهداف قادة في الحرس الثوري، اختراقات سبرانية وتعطيل لمفاعلات نووية، وبالتالي الحرب متواصلة. الحرب الأخطبوطية التي تقوم على أن إضعاف رأس النظام أو رأس الأخطبوط في إيران سينعكس بالطبع على إضعاف الأزرع الإيرانية في المنطقة، وبالتالي هي حرب مستمرة، لأن الحرب الشاملة بالمفهوم العسكري التقليدي هي غير متاحة، ليس فقط لأن هناك استناد جوار جغرافي، وليس أيضا لأن البلدين لديهم ظروف داخلية تمنع الوصول لهذه الحرب. النظام الإيراني لديه مشكلات، احتجاجات، أوضاع اقتصادية صعبة، وبالتالي مثل حرب شاملة ربما تعجل أو تسرع من ربما انهيار النظام أو تعرضه لتحديات كبيرة. في المقابل إسرائيل في مرحلة انتقالية، هناك حكومة انتخابات مبكرة، وبالتالي يظل النهج هو الحرب الأخطبوطية، الاستهداف، حروب الظل، تسجيل الحروب بالنقاب. إيران تستهدف في العراق لأهداف إسرائيلية في تركيا، لكن أنا في اعتقادي أن إسرائيل حتى الآن هي تعرف جيدا أنها أن وصول إيران للسلاح النووي لن تصل إلى الحد الذي يدفعها إلى التحرك، لأنها لن تسكت ولن تصمت، وربما هذا هو الاتفاق الأساسي بين يائير لبيد وبايدن، هو أنه إذا شعر أن إيران اتخذت قرار الرغبة هنا للتحول وامتلاك السلاح النووي، ربما سيكون هناك تعجيل بالضربة، ضربة للمفاعلات النووية، ضربة بأشكال مختلفة. لكن كما أشار بايدن لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. في خطوة تشي بقرب تحقيق انفراجة سياسية من بوابة التفاهمات العسكرية وتوحيد الجيش الليبي، بحث رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولاياتها محمد الحداد مع نظيره في الجيش الليبي عبد الرزاق الناظوري سبل استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية خلال اجتماع جرى في العاصمة الليبية طرابلس ضمن مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وبحضور أعضائها من طرابلس وبنغازي. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع، من بينها إجراءات استعادة الثقة وحل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وأفادت مصادر الحدث أن اجتماعا آخر سيعقد قريبا في بنغازي بحضور جميع الأطراف، قد يتبعه إعلان مهم بشأن تفاهمات توحيد الجيش وملف القوات الأجنبية. أعلن جهاز دعم الاستقرار في غرب ليبيا حالة الطوارئ وتأييده الكامل لحكومة فتح باش آغا. جاء ذلك عقب استعراض عسكري لجهاز دعم الاستقرار وعدد من التشكيلات المسلحة في الطريق الساحلي الذي يربط طرابلس بالحدود التونسية. وقالت مصادر برلمانية إن المنطقة الواقعة غرب طرابلس كلها خارج سيطرة حكومة دبيبة وتتبع لحكومة فتح باش آغا. ومن البيضاء ينضم إلينا الباحث في قضايا الأمن القومي فيصل بريقة. أهلا بك سيس فيصل. قبل أن أتحدث معك عن تطورات في طرابلس، أود أن أبدأ معك بقضية توحيد المؤسسة العسكرية وهذه الاجتماعات التي تعقد وعلى ما يبدو يعني تصدر إشارات إيجابية في هذا الصدد. ما حقيقة ما يحدث؟ أستاذ فيصل؟ نعم.
أستاذ فيصل الصوت يتقطع، هل لك أن تعيد لنا الفكرة لو سمحت؟ كنا إذن نتحدث عن فعلا قرب التوصل من توحيد المؤسسة العسكرية، هذا البند الذي كان لفترة طويلة على طاولة البحث ولم تنجح مختلف الأطراف في تحقيقه. نعم هذا الصوت واضح الآن أستاذة كريستينا؟ أفضل شوي. نعم طبعا اليوم مهم جدا في طيب أستاذ فيصل ربما نعود إليك فيما بعد، أعتذر منك ولكن الصوت يتقطع وغير مفهوم. شكرا جزيلا لك حتى الآن الباحث في قضايا الأمن القومي فيصل برايقة، كنت معنا من مدينة البيضاء، شكرا لك وربما نعود إليك. 9:10 مستمرة وفيها أيضا بتهم تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال، الغنوشي إلى التحقيق غدا. الرئيس التونسي قيس سعيد مسودة الدستور الجديد في تونس يعيش انقسامات. يتم اليوم تمكين رئيس الجمهورية من الاطلاع على مسودة مشروع الدستور. موقف الشارع من كل ما يحدث من هذا الحوار، ما هي مصلحة الاتحاد في إغلاق المجال الجوي؟ الوضع الاقتصادي والاجتماعي متأزم جدا. ما هو المطروح فعليا إذا ما صوت التونسيون بلا؟ ما علاقة عيشنا إذا كانت التونسيون يعيشون في الخصاصة؟ الاحتمالات كلها مفتوحة، رئيس الجمهورية اليوم أمام امتحان صعب. هل تعتقد فعلا بأن هذا الحوار الآن سيكون ممثلا لكل الشعب التونسي؟ هذا ليس مبررا كافيا أن يتجاهل رئيس الجمهورية مطالب الشغالين. سيتضمن الدستور الجديد في بابه الأول أولوية الاقتصاد. بما أنه هو دستور مستقبلي، ما الذي يضمن بأنه يحصل على الأصوات الكافية في الاستفتاء؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أحييكم من جديد ونعود إلى الشأن الليبي وإلى ضيفنا الذي يحدثنا من البيضاء الباحث في قضايا الأمن القومي فيصل برايقة. أهلا بك من جديد أستاذ فيصل، كنا نتحدث إذن عن قرب تحقيق الهدف الذي لطالما بحث في مختلف الاجتماعات عند محاولة حل الأزمة الليبية واعتبر من الأمور الأساسية وهو قضية توحيد المؤسسة العسكرية، هل هناك فعلا إشارات إيجابية في هذا الصدد؟ نعم مساء الخير، هذا الصوت واضح الآن؟ نعم تفضل الآن. نعم طبعا اليوم كان فيه لقاء مهم جمع ما بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الناظوري وما بين السيد الفريق الحداد. طبعا هذا الاجتماع يأتي من أجل كافة الإدارات بين القوات المسلحة وبقية الأجهزة الخاصة بفريق الحداد في مدينة طرابلس. هذا يعتبر تطور نوعي ويعتبر الاجتماع الأول في قاعدة جمعية تيكا في طرابلس. طبعا في تحديات تأتي من أجل الحديث على كيفية دمج الإدارات وكيف تعيين رؤساء الأركان العامة النوعية الخاصة بالسلاح الجوي والدفاع القوات البرية وأيضا السلاح البحري وبقية الإدارات في الجيش. مبدئيا الأمر جيد ويعتبر امتداد لعملية مناخ التهدئة التي يشهدها الإقليم بالكامل الذي بدأ من مؤتمر التهدئة والاستقرار في جدة
يشمل هذا الصلاح الطيب. طيب أستاذ فيصل، تم اللي إذا كنا أردنا أن نكون يعني أكثر دقة، تم مناقشة إجراءات استعادة الثقة، حل الميليشيات، خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، هل وضعت آلية لتنفيذ ذلك بين الطرفين، اتفق عليها الطرفان؟ لا أتصور بأن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن الشيطان يكمن في التفاصيل. أبدأ من حيث انتهيت، وهو خروج القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة، وهو أمر صعب يحتاج إلى سلطة سياسية منتخبة ولديها الشرعية وقادرة أن تطلب من مجلس الأمن خروج هذه القوات، سواء كانت الموجودة في قاعدة الوطية اللي هي الأتراك أو الحديث على القوات الواغنر الموجودة في الجنوب. إذن الحديث عن خروج هذه القوات في هذه اللحظة هو أمر صعب ويشوش على الأطراف الليبية. الآن الهم منصب على التوحيد المؤسسة العسكرية الموجودة في بارقة وفزان، أو ما يعرف بالNNA وهو Libyan Army National، وهي مهمة جدا، مع القوات العسكرية الموجودة في الغرب الليبي. تأتي عملية الخروج تحتاج إلى وقت ووقوف المجتمع الدولي وبالأخص الولايات المتحدة على خروج الأتراك وخروج الروس. طيب. وأتصور هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى خروج يعني ما. طيب عندما يقول الطرفان نعم بأن اجتماعا آخر سيعقد قريبا في بنغازي بحضور جميع الأطراف وقد يتبعه إعلان مهم بشأن تفاهمات توحيد الجيش وملف القوات الأجنبية، على أي أساس يقولون ذلك؟ نعم طبعا فيه زيارة محتملة للفريق الحداد، تصور ممكن في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، حتكون في قاعدة بنينة مع رئيس الأركان، وتصور حتى المقابلة حتى القيادة العامة المشير حفتر القائد العام للجيش الوطني. طبعا هذه التفاهمات الآن تأتي في عملية دمج الإدارات مع الإدارات المناظرة في الجيش الموجود في طرابلس، مقصود بها الشرطة العسكرية، التحريات، إدارة الاستخبارات، وأيضا الأركان النوعية وكيفية التعيين، والاعتماد على الرتب، اعتمادا حتى على الدفعات التخرج، على الأقدميات، المدرسة التي يعرفونها الليبيين وزملائهم سواء كانت في العراق، الأردن، مصر، يوغوسلافيا، باكستان، فرنسا، يعني هم يعرفون بعضهم جيدا. عملية تسوية وتعيين رؤساء الأركان النوعية هذا أمر هو مهم، وهذا من خلال المعلومات. إذن التحدي الأول وهو تعيين رؤساء الأركان والإدارات الخاصة، ثم نأتي إلى التحدي الثاني وهو تعيين وزير الدفاع، وهو ما يعتبر بالسكرتير والرابط ما بين القوات المسلحة وما بين الحكومة، وهو أمر أتصور سوف تحدث فيه نوع من التسوية ما بين الغرب الليبي والشرق الليبي، ما بين التبادل ما بين رئيس الأركان ووزير الدفاع، حتى يكون هذا الموضوع باكج واحد. ثم ننتقل إلى خروج المرتزقة وقوات الأجنبية، أيضا دمج المجاميع العسكرية ضمن برنامج الأمم المتحدة بما يعرف الدي دي آر. شكرا جزيلا لك الباحث في قضايا الأمن القومي فيصل بوريقة، حدثنا من البيضاء، شكرا لك. ليس كما في السابق، الخلافات اليوم لم تعد طي الكتمان، فغسيل الإخوان بات معلقا على أسطح الفضاء الافتراضي، فضائح وفساد وعمالة لأجهزة خارجية كلها تكشفت عبر اللجان الإلكترونية للجبهتين بعد احتدام الأزمة داخل صفوف الإخوان، وأعلان جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين فصل إبراهيم منير من جبهة لندن وقادة آخرين من التنظيم. جبهة حسين أي جبهة اسطنبول أكدت أن عددا من قادة جبهة منير أي لندن أبدوا ولاءهم لحسين، كما عبروا عن استيائهم من تصرفات منير الذي يزج بالجماعة نحو الهلاك على حد تعبيرهم. كذلك أكدت تسريبات أن العمالة لجهات خارجية هو سبب رئيسي لخروج محمود حسين وقيادات أخرى من مصر قبل الإطاحة بحكم الإخوان بأسابيع قليلة. كما كشفت التسريبات عن وجود دور لطرفي الصراع في تسليم عناصر الجماعة المتواجدين في السودان، وذلك كتصفية حسابات بين الجبهتين،
وفي إطار سياسة الانتقام التي تمارسها كل جبهة تجاه أفراد الجبهة الأخرى. وليس هذا فحسب، فالتسريبات والاتهامات أظهرت أيضا حجم الفساد المالي داخل الجماعة، وتحديدا جبهة اسطنبول التي تسيطر على شركات وأموال الإخوان. جبهة لندن اتهمت كذلك جبهة اسطنبول بالتصرف في أموال الجماعة على مزاجه الخاص، مانعا الرواتب الشهرية والدعم المالي عن العناصر في الداخل المصري والمتعاطفة مع جبهة منير. أما على الانشقاقات فهي الأخرى تنخر في جسد التنظيم الذي يتهاوى. التسريبات كشفت أيضا أن توزيع المنح والجنسية التركية والإقامة الدائمة على أفراد جبهة اسطنبول دون الآخرين المؤيدين لجبهة لندن، وردا على قرار فصله من قبل جبهة حسين، يعتزم إبراهيم منير عقد اجتماع خلال الأيام القادمة مع أعضاء جبهته للاتفاق على إنشاء مجلس شورى جديد للجماعة واتخاذ قرار نهائي بفصل محمود حسين ومجموعته، وهو ما يعني إعلانا رسميا بانشقاق الجماعة وتحويلها لكيانين منفصلين. من القاهرة ينضم إلينا الباحث في شؤون الجماعات المسلحة منير أديب. أهلا بك أستاذ منير. إلى 19 أبدأ معك من حيث انتهينا في قراءة هذا الخبر. هل تعتقد فعلا بأننا سنكون أمام إعلان رسمي عن انشقاق نهائي في الجماعة بين الجبهتين؟ أهلا وسهلا بك أستاذة كريستيان وبكل مشاهدي الحدث. يعني دعيني أقول أنها إعلان وفاة للتنظيم وليس مجرد انشقاق. الانشقاقات حدثت داخل التنظيم وربما شاهدناها ولمسناها خلال الشهور القليلة الماضية. هذه الانشقاقات أدت إلى انهيارات حقيقية داخل التنظيم. نحن الآن نتحدث ربما عن سقوط هذا التنظيم، ربما عن تفكك هذا التنظيم. وأعتقد البيان الأخير الذي خرج من جبهة إبراهيم منير كان هذا البيان بمثابة الإعلان الأخير ربما عن وفاة هذا التنظيم، حيث أنه أقال وأعفى كل قيادات الإخوان من الجبهة المناوية، سواء إبراهيم منير القائم بعمل المرشد أو حتى أعضاء مجلس شورى الإخوان اللي هم عددهم 12 عضو وبمثابة المساعدين والمستشارين لإبراهيم منير. ودعيني أذكر لك، وهذا على سبيل المعلومات التي وصلت لي، أنه تم إجراء انتخابات من قبل إبراهيم منير، انتخابات مجلس شورى، وقد اختار إبراهيم منير أعضاء لمجلس شورى الإخوان مستثنيا محمود حسين ومجموعة ما يسمى بالستة. أجريت هذه الانتخابات في تركيا وأجريت على مدار 4 أيام، بدأت من يوم 14 وانتهت أمس يوم 17. إذن كل جبهة من كلا الجبهتين نجحت في إنشاء مؤسسات ومؤسسات بديلة، فضلا عن الاتهامات والاتهامات المتبادلة بالفساد والعمالة. طيب، هل يمكن لأي جبهة من الجبهتين أن تكون ربما حركة تصحيحية داخل التنظيم ويعول عليها لأن تكون نواة لانطلاق التنظيم من جديد، ربما ليس بحلته القديمة ولكن يعني وليد من تنظيم الأخوان ولكن يعني لديه مقومات الاستمرارية؟ لا أعتقد ذلك قولا واحدا لأسباب. أولا هم ليسوا جبهتين، هم 3 جبهات. أولا جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، وجبهة تركيا بقيادة محمود حسين، وهناك جبهة ثالثة تسمى المكتب العام. المكتب العام هذا يمثل
كل الميليشيات المسلحة التي خرجت من رحم الإخوان. ودعيني أذكر لك أن هذه الجبهات من داخلها انشقاقات أخرى وجبهات أخرى، بمعنى أن جبهة إسطنبول هناك خلاف ما بين مصطفى طلبة الذي يقود هذه الجبهة وما بين الرأس القوي داخل هذه الجبهة وهو محمود حسين، فضلا عن اتهامات متبادلة ما بين همام علي يوسف ومحمود حسين، فضلا على أن جبهة إبراهيم منير في لندن نفسها هناك خلافات واختلافات فيما بينها. هذه الاختلافات دفعت على سبيل المثال محمد البحيري وهو عضو مجلس شورى الإخوان جبهة إبراهيم منير إلى خروج تسجيل صوتي على لساني. هذا التسجيل هو موجود وأنا سمعته بنفسي يتغزل فيه في محمود حسين وفي همام علي يوسف وفي الجبهة المناوئة، وهذا ما خلق أزمة وأزمة حقيقية داخل جبهة إبراهيم منير. إذن هذه الجبهات الثلاثة التي ذكرتها بداخلها انشقاق داخلي، فضلا على أن مجموع الإخوان وشباب التنظيم زهدوا التنظيم وتركوا هذه الجبهات، ثم وجدنا على صفحات السوشيال ميديا على سبيل المثال يطالبون كل قيادات هذه الجبهات. طيب، ولكن أستاذ منير، يعني هو تنظيم قائم على العقيدة، وبالتالي أتباعه سيشعرون يعني بالحاجة إلى الانتماء لتنظيم مشابه لي، يعني ربط عقيدتهم بمؤسسة ما. إلى من سيتوجهون برأيك؟ يعني هل يمكن مثلا أن يأتي التنظيم بتنظيم آخر غير هذه الجبهات الثلاث، أم يمكن أن يتوجهوا إلى تنظيمات أخرى، مؤسسات أخرى؟ هذا سؤال عظيم وعميق في نفس الوقت. أعتقد أن تنظيم الإخوان تفكك وسوف يتحول إلى ما يمكن أن نسميه بتيار فكري، بمعنى أن التنظيم الآن تفكك وتفككت قواعده، وأصبحت هياكل التنظيم الآن هياكل ضعيفة وهشة، وبالتالي هذا التنظيم الذي يتواجد حسب أدبيات الإخوان في أكثر من 80 دولة وربما آمن به عشرات الألوف ومئات الألوف ربما على مستوى الكثير من الدول العربية وغير العربية، هؤلاء مع تفكك التنظيم سوف يتحولون إلى تيار فكري، وسوف تكون هناك حالة من السيولة داخل هذا التنظيم وفي تقدير الخاص، وهذا هو أخطر من التنظيم، بمعنى أن التيار الفكري لا تستطيعين مواجهته بصورة أكبر كما كنت تستطيعين مواجهة هذا التنظيم. نجحت ربما وسائل المواجهة للتنظيمات المتطرفة في المنطقة العربية في تفكيك هذا التنظيم وفي تفجير التنظيم من داخله، وأعتقد أن ما حدث داخل حركة الإخوان المسلمين كان بقراءة واعية ومدركة لخطر هذا التنظيم، وبالتالي أساليب المواجهة أدت إلى تفجير التنظيم من داخله. أما وأن التنظيم أعتذر منك أستاذ منير، ولكن الحديث شيق، ولكن انتهى وقت هذه المقابلة، انتهى وقت الساعة أصلا. شكرا جزيلا لك الباحث في شؤون الجماعات المسلحة منير أديب، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. استدعى القضاء التونسي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للاستماع لإفادته يوم غد الثلاثاء على ذمة قضايا إرهاب. وقالت وسائل إعلام تونسية إن قاضي التحقيق الأول في مكتب مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما في القضية المتعلقة بجمعية إنماء تونس. دخلت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أسبوعها الأخير وسط ارتفاع نسبي لتنسق أنشطة الأطراف المشاركة في الاستفتاء. هيئة الانتخابات بدورها أعلنت أنها أنهت كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء أول استفتاء في تونس بعد 2011. أسبوع فقط يفصل التونسيين عن معرفة مصير دستورهم الجديد المعروض على الاستفتاء في أول امتحان انتخابي للرئيس سعيد، خاصة وأنه جهة إصدار الدستور الجديد. ورغم أن الأطراف المشاركة كثفت من أنشطتها داخل البلاد بين تجمعات شعبية وبيانات انتخابية وندوات، إلا أنها لم ترتقي إلى النسق المطلوب وفق المراقبين.
الحملة لا تزال باردة رغم وصولها إلى الأمطار الأخيرة، وهذا سيؤثر في نسبة الإقبال على الاستفتاء رغم أن النتائج قد تكون يعني غير متوقعة، قد تحدث مفاجآت خاصة اعتمادا على الحدة في الحوار بين الطرفين. ضعف حملات الاستفتاء قابله حسن استعداد من قبل هيئة الانتخابات التي أعلنت أن كل الظروف صارت ملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي. تم إرسال جميع المواد لقرابة 300 مركز و400 مكتب من أقصى الشرق أستراليا إلى أقصى الغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شيء تعودت به الهيئة، ومن الأشياء اللي تخلي هيئة الانتخابات وديما نقولها قادرة لوجستيا وفنيا أنها تنظم أي انتخابات سواء دورية أو فجئية في أيام قليلة، وهذا اكتسبناه بالتجربة وبالتجربة. ويشارك في حملة الاستفتاء على الدستور الجديد 158 طرفاً بين أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين. بينما تضع هيئة الانتخابات آخر اللمسات لتأمين إجراء الاستفتاء، ظلت الحملات محدودة رغم الارتفاع النسبي في نسقها وسط حالة استقطاب قوية بين الداعمين لمشروع الدستور الجديد والرافضين له. وليد عبد الله، الحدث، تونس. وقبل أن نختم مشاهدينا، نشير إلى الخبر العاجل الذي وردنا من باريس منذ قليل عن مقتل شخص وجرح أربعة آخرين جراء إطلاق نار في الدائرة 11 في العاصمة الفرنسية، وهذه هي المشاهد الأولية من موقع إطلاق النار إذن الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح أربعة آخرين في العاصمة الفرنسية باريس. ختام هذه الساعة، الزميلة ربا أبو درغم تلقاكم بعد دقائق.